قرابة 30,000 مستثمر فلاحية تم ربطها بالطاقة الكهربائية، منها أكثر من 26,000 دخلت حيز الخدمة، إلى جانب تسليم 942 مشروع ربط بالكهرباء و370 مشروع ربط بالغاز الطبيعي. هي من بين الإنجازات التي تم الإشارة إليها خلال عرض الحصيلة السنوية لمجمع صنع الغاز لسنة 2022. شاهدنا اليوم مؤشرات جد 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 إيجابية لصنع الغاز محققة في سنة 2022، سنة كما تعلمون سنة صعبة بعد الخروج من الكوفيد، فكانت عمليات كبيرة وكثيرة لصنع الغاز لاستدراك كل أعمال 2020 و2021. في ربط المحيطات اليوم يعني في ما يخص هذه العملية أنجزت أكثر من 30 يعني ربط للمستثمرات الفلاحية من مجموع 48,000، وهذه حصيلة جد إيجابية على أن تتم يعني ربط كل المستثمرات سنة 2023. فيما يخص ربط المناطق المعزولة يعني ما تبقاش كثير، يعني اليوم النسبة تعدت 90% من الإنجازات سواء كانت في الكهرباء والغاز. المناسبة كانت فرصة لتكريم بعض عمال وإطارات مجمع صنع الغاز نظير مجهوداتهم الاستثنائية. احنا قمنا بتحويل لا سال دو كونترول تاع تلغمت من لا سال دو كونترول القديمه لا سال دو كونترول الجديده، وين نوك ايكونوميزي 120 مليون دينار جزائري، وقمنا بهذا الشيء كان بايدي جزائريه 100% وبخبرات تاع مهندسين وفنيين تاع صنع الغاز. اللقاء عرف كذلك طرح التخطيط الاستباقي، والذي من خلاله يتم تحديد خارطه الطريق لمختلف النشاطات والبرامج التنمويه لمجمع صنع الغاز لسنة 2023.